لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم في نبوءة له صلى الله عليه وسلم يحدث عنها الناس، يقول: أربع في أمتي، أربع يبقين في أمتي من أمر الجاهلية ليسوا بتاركيها، أربع يبقين في أمتي من أمر الجاهلية ليسوا بتاركيها: الفقر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. أربع يبقين: الفقر بالأحساب، والطعن في الأنساب، لأن الناس مجبولون على حب التعالي أن يعلو بعضهم على بعض، وأن يبغي بعضهم على بعض، ومن أسباب العلو لا شك فضل النسب وشرف المحتد. لأجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وجعله من أمر الجاهلية، من أمر الجاهلية، لأن هذا قد كان ديدن أهل الجاهلية أن يتعالوا بأحسابهم وأنسابهم ويطعنوا في أنسابهم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر يسب بلالا يقول: يا ابن السوداء، فقال له: إنك امرؤ فيك جاهلية، امرؤ فيك جاهلية، لأنك ما زلت متعلقا بما كان عليه أهل الجاهلية مما يحسبونه سببا في الشرف والعلو، وإنما الشرف كل الشرف في التقوى، فقد أذهب الإسلام المكارم إلا التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيها المسلمون، الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب ذلك من شأن الجاهلية، وهو تحت الأقدام موضوع، وكل شأن الجاهلية تحت الأقدام موضوع. قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس في حجته، فقال: إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه من دمائنا دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. فكل ما كان من أمر الجاهلية موضوع لا رفعة له، وإنما الشرف بالتقوى، لا شرف في الانتساب إلى قوم أو معشر أو قبيلة، وإنما الشرف في التقوى يا عباد الله. الشرف والكرم عند الله عز وجل في السبق إلى الخير،
في طاعة الله عز وجل، لا في الانتساب إلى قبيلة أو قوم أو معشر أو إبل أو بقر، وإنما الشرف في التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كذلك قال الله عز وجل. أتدرون أشرف الناس منزلة؟ أشرف الناس منزلة هم العرب، وأشرف العرب قريش، وأشرف بطنين من بطون قريش هما بنو هاشم وبنو أمية، وفيهما كان أكثر الخلافة. من بني هاشم كان أبو لهب، ومن بني أمية كانت امرأته، وقد أنزل الله عز وجل في سبهما سورة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. ما أغنى عنه نسبه، ما أغنى عنه شرفه، وإن كان هو الشريف، لكن الشرف يا عباد الله في التقوى. الشرف في التقوى، والمنزلة فيما في قلب العبد لله عز وجل. أما هذا الذي اعتاده الناس من العلو والشرف والنسبة، فإنما ينتسب الإنسان على قدر ما يحب، ينتسب الإنسان إلى من يحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تخاصم رجلان في زمن موسى عليه السلام من بني إسرائيل، فقال أحدهم: أنا فلان ابن فلان ابن فلان، فعد تسعة أجداد، وقال الثاني: أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام، وصح ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأوحى الله إلى موسى أن قل لهذا الذي انتسب إلى تسعة في النار أنت عاشرهم، وإلى ذاك الذي انتسب إلى اثنين في الجنة أنت ثالثهم. إنما ينتسب الإنسان وينزع إلى ما هو في منزلته عظيم، وإنما العظمة والمنزلة والعلو يكون بالشرف في الدين. نعم، لا ينكر أحد الشرف في النسب، فإن الخلافة في قريش لا تخرج منهم، بذلك أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعرب أشرف الناس، لذلك صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الناس: معاد خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. نعم، الشرف موجود، وقد قال الله: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لا لتفاخروا ولا لتتسابوا ولا لتتشاتموا، ولكن لتتعارفوا، ليعرف بعضكم بعضا، وليعرف بعضكم الحق والمنزلة لبعض. فإذا تفاضل الناس في النسب وتساووا في الدين فالشرف حينئذ لمن هو شريف، لكن إذا تفاضلوا في الدين فعندئذ يكون الفضل لأهل الدين. إنما يكون التمييز بالنسب إذا كان هناك ترجيح، أما إذا تحقق وتأكد الشرف بالدين فحينئذ لا يكون شرف إلا بالدين. الشرف موجود والنسب موجود، ولكن ما جعله الله عز وجل ليكون ذريعة لافتراق الناس، لاختلاف الناس، للسباب بين الناس. وقد قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فالمسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال: إن من أرض الربا الاستطالة في عرض المسلم، من أرض الربا، من أعظم الربا وأشده أن يستطيل إنسان في عرض مسلم. يا عباد الله، كل دعوة تقوم على أساس الانتساب إلى شرف قبيلة أو محقر قوم أو معشر فإنما هي دعوة جاهلية وضعها النبي صلى الله عليه وسلم تحت الأقدام. كل دعوة تفرق بين المسلمين على ذات الأساس فإنما هي دعوة جاهلية، وكثيرا ما استغل الأعداء الإسلام تلك الدعاوى في التفريق بين المسلمين، كثيرا ما استغلت في بلاد الإسلام والمسلمين، فاستغلوا في زمن بعد عهد الخلفاء الراشدين، استغلوا الانتساب إلى شرف أهل البيت
في إخراج بدعة الرفض والتشيع التي فرقت جموع المسلمين، استغل ذلك في أكثر من موطن في تاريخ الأمة، وكان من عاقبته الوبال. وما زال أعداء الإسلام ينتهزون كل فرصة من أجل التفريق بين أبناء الأمة الإسلامية، وأحيانا بين أبناء البلد الإسلامي الواحد. أيها المسلمون، سمع نبيكم صلى الله عليه وسلم ما صار بين المهاجرين والأنصار مما كاد أن يقع بينهم من تلاح، لما كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، كسعه برجله، فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. هم كل منهم أن يستغيث بقومه. والمهاجرون والأنصار اسمان شرعيان، اسمين شرعيين، ربنا سبحانه وتعالى سمى المسلمين فقال: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. اسمان شرعيان، الله عز وجل هو الذي سماهما بهما، لكن لما أوشك هذان الاسمان أن يحقق دعوى جاهلية بين المسلمين، قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ أتتداعون بدعوى الجاهلية وأنا ما زلت فيكم حيا؟ دعوها فإنها ممكنة، دعوها فإنها ممكنة. ثم قال: الناس لآدم وآدم من تراب، لينتهين أقوام عن الفخر بأجداد لهم وأحساب، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان الذي يدهده النتن بأنفه، ليكونن أهون على الله من الجعلان الذي يدهدن الندن بأنفه. يا عباد الله، ما الشرف إلا في التقوى، ذهبت المكارم إلا التقوى، ومن تعزى بعزاء الجاهلية فإنما هو من أهل الجاهلية، ومن تعزى بعزاء الجاهلية فهو موضوع حقير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا، مبالغة في الشتم ومبالغة في التقبيح، يقال له: أعضد بهن أبيك، وهذه من أعظم الشتائم وأفحشها. أمر الجاهلية كله الله عز وجل يبغضه. أبغض الناس إلى الله ثلاثة، أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومتطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. وهذه من أعظم السنن، إحياء تلك النعرات القوميات التي فرقت بلاد المسلمين. أولا، قومية ميزت المسلمين العرب عن غيرهم بحجة القومية العربية، فميزوا العرب حتى وإن كانوا من أهل الكفر ومن أهل العناد والنفاق، بل ومن أهل من النصارى واليهود، يفضلونهم على المسلمين إذا لم يكونوا منتسبين إلى تلك القومية. وجد لها أدعياء القومية العربية، وجد لها أدعياء، وفرقت المسلمين وأصبحت بديلا عن الانتساب إلى الإسلام، وما زال أصحابها وأدعياؤها يدعون إليها ويفرقون بها بين الأمة. ثم وجدت في داخل هذه القومية قوميات، ثم أوجدوا في داخل انتماء المسلمين إلى إسلامهم قوميات أخرى، ثم لا يزال الانتساب إلى القبيلة أمرا يكون سببا في أن تتعالى الألسنة وأن تتطاول الألسنة، ألسنة الناس، في النيل من الأعراض والطعن في الأحساب والأنساب. ما ذلك يا عباد الله بالدين الذي أمركم الله عز وجل به؟ فقد ذهبت المكارم إلا التقوى، ذهبت المكارم إلا التقوى، ما عادت نسبة ينبغي أن ينتسب الإنسان إليها إلا أن ينتسب إلى دينه، كما قال القائل: أبي الإسلام لا أب لي سواه، إن افتخروا بقيس أو تميم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يرضى عنا، وأن يلهمنا وإياكم رشدنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، عباد الله، جاء الإسلام وكان العرب على ما هم فيه من الفرقة والاختلاف يتقاتلون على أتفه الأسباب وأحقرها، فجمع الله عز وجل شتاتهم ووحد ما كان افترق من شأنهم، ومن عليهم بذلك وذكرهم به، قال: وألف بين قلوبهم،
لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. جاء الإسلام فشعر المسلمون بتلك النعمة وعرفوا قدرها. جاء الإسلام وكانت دار الندوة وهي الدار التي كانت قريش تجتمع فيها لأمورها العظيمة، بناها قصي بن كلاب أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. كانت تلك الدار في يد حكيم بن حزام، كانت معه، فباعها حكيم بن حزام، فلامه في ذلك عبد الله بن الزبير، فلامه أن باع تلك الدار، قال له: بعت مكرمة قريش، بعت مكرمة قريش التي كانت تعتز بها تبيعها؟ قال له: يا ابن أخي، ذهبت المكارم إلا التقوى، ذهبت المكارم إلا التقوى. وإن كانت دار الندوة، وإن كانت ما كانت، أشهد الله أني قد اشتريت بها بيتا دارا في الجنة، قد جعلتها في سبيل الله وأنفق ثمنها في سبيل الله. ذهبت المكارم إلا التقوى، لأن أكرم الناس عند الله أتقاهم. يا أيها الناس، قد جعلكم الله شعوبا وقبائل لتعارفوا، لا لتتعالوا على بعض، ولا لتترفعوا على بعض، ولا لتتفاخروا على بعض بمال أو حسب أو شرف أو إبل أو بقر أو غنم، ولكن لتتعارفوا فيما بينكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بذلك يكون التسابق، في ذلك يكون التنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولأجل هذا ولمثل هذا فليعمل العاملون. تنافس الأوس والخزرج بعد أن أكرمهم الله عز وجل بالإسلام، لكن فيما تنافسوا؟ تنافس الأوس والخزرج وتكاثروا بعدما من الله عليهم بالإسلام، تكاثروا، لكن فيما تكاثروا أتدرون؟ قال الأوس ماذا قالوا؟ قالوا: فينا البقر والغنم والإبل؟ أبدا. قالوا: منا حنظلة تغسيل الملائكة، فينا حنظلة، ومنا من اهتز له عرش الرحمن سعد بن معاذ، ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين، ومنا من حمته الدبر. وقال الخزرجيون: منا أربعة جمعوا القرآن لم يجمعه غيرهم. بذلك تفاضلوا، في هذا تنافسوا، لكن في شرف، في قبيلة؟ أبدا. قلت لكم: أبو لهب وهو من أشرف الناس نسبا، من أشرف بطون العرب بطنا، سبه الله عز وجل وهو في النار مع كونه عم رسول الله. بل عندما يشرف النسب، إذا كان العبد غير محافظ، غير حافظ لحقه، فإن ذلك يكون لعنة عليه وزيادة في العذاب عليه. قال الله عز وجل لنساء الرسول: هم نساؤه، يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. لماذا يضاعف لها ضعفين زيادة عن الناس؟ لماذا؟ لمن تسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الشرف في طاعة الله، فإذا لم يحفظ الإنسان ذلك، فإنه حينئذ يستعدي الله عز وجل ويستعدي سنن الله عز وجل على نفسه. يا عباد الله، قصة ذكرتها لكم قبل ذلك أعيدها عليكم. وقف حكيم بن حزام وسهيل بن عمرو، وهما من أشرف قريش، لكن إسلامهم تأخر فأسلموا في يوم الفتح، ووقف معهم جماعة من الطلقاء من وجهاء قريش، من وجهاء قريش، وقفوا على باب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقفوا على باب عمر يستأذنون، يريدون أتوا ليزوروا عمر. وكان واقفا معهم، وقف معهم بلال وأولئك الموالي والعبيد الذين سبق إسلامهم فأسلموا في أول النبوة وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وقف الأشراف، وقف الموالي والعبيد ممن سبق إسلامهم، وقفوا جميعا على باب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأذن عمر للموالي والعبيد وترك الأشراف على بابه، أذن لهؤلاء أولا، أدخلهم قبل أولئك، فاشتد ذلك عظم في نفوسهم، عظم في نفوسهم، كيف يأذن عمر لهؤلاء ويذرون على بابه؟
فقال لهم سهيل بن عمرو وكان رجلا عاقلا، قال للناس: يا قومي إن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم، إن كنتم غضابا، إذا كنتم زعلانين فاغضبوا على أنفسكم، لا تغضبوا من عمر ولا من غيره. دعي القوم ودعيتم إلى الإسلام فأسرعوا وأبطأتم، أسرعوا إلى الله وتخلفتم أنتم، فكيف بكم إذا دعوا يوم القيامة وتركتم؟ زعلانين على أنكم تركتم على باب عمر، فكيف بكم إذا دعوا يوم القيامة إلى الجنة وتركتم أنتم فتأخرتم في دخولها؟ والله لما سبقوكم إليه من الفضل أعظم عليكم فوتا من بابكم هذا الذي تتنافسون عليه، ما سبقوكم إليه من الفضل أعظم عليكم فوتا من ذلك الباب، باب عمر الذي تتسابقون على دخوله. يا أيها المسلمون، إنما يشرف الإنسان بما كان منه لدين الله عز وجل. الإنسان كرامته في دينه، فإذا ضاع دينه، إذا ما كان من أهل الإيمان والدين فلا كرامة له. استحل المسلمون دماء إخوانهم وآبائهم وأعمامهم وأخوالهم ممن كانوا على الشرك. استأذن حنظلة بن أبي عامر، واستأذن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتلا والديهما، وكان أبو عامر وعبد الله بن أبي من رؤوس النفاق في المدينة، فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهما آباؤهما، لكن هؤلاء انحطوا وهؤلاء رفعوا. قال عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر: أرى يا رسول الله أن تمكنني من فلان قريب لي فأضرب عنقه، وأن تمكن عليا من عقيل أخيه فيضرب عنقه، وأن تمكن حمزة من فلان أخيه ليضرب عنقه، ليعلم الله عز وجل أن ليس في قلوبنا هوادة للمشركين. على ذلك يكون الولاء، على أساس ذلك يكون الولاء والبراء، وتكون المحبة لله ولدين الله لا للنسب. إنما النسب في الدين. لما أسر أبو عزيز وهو أخو مصعب بن عمير في غزوة بدر، أسر أبو عزيز وهو أخو مصعب، فمر مصعب على واحد من الأنصار وهو ممسك بأخيه أسير، فماذا قال له مصعب؟ ماذا قال له؟ رجاه أنه يعفو عن أخوه عن أخيه ويتركه أبدا. قال له: أشدد عليه وساقك، أشدد عليه حبالك، فإن له أما بمكة كثيرة المال تفتديه منك، إن له أما بمكة كثيرة المال تفتديه منك بمالها. فقال له أخوه: يا أخي، أهذه وصاتك بي؟ أتلك وصيتك؟ قال: إنه أخي دونك، أما أنت فلست بأخ لي. أبو بكر لما التقى ابنه عبد الرحمن به في موقعة من المواقع، فقد أسلم عبد الرحمن بن أبي بكر بعد ذلك رضي الله عنهما، قال يقول لأبيه: يا أبتي، والله لقد رأيتك فصدفت عنك، رأيتك في المعركة فصدفت عنك، لا أريد قتلك. قال له أبو بكر: أما أنا والله لو رأيتك ما صدفت عنك، لو رأيتك ما تركتك. كذلك كان حبهم وبغضهم على أساس الدين وما كان لله، لكن خلت القلوب من ذلك الأساس الذي على أساسه يتمايز الناس. ما صار عند الناس المنزلة على قدر الإنسان، ما عند الإنسان من الدين ومن الخلق ومن الخير أبدا، ولكن صارت على ما عنده من المال وما عنده من الإبل والبقر والكلام الفارغ، وإن طلعت قلوب الناس بذلك فعلى أساس ذلك تفاضل، ولكن تلك كلها زائلة أعراض. وإنما سيعلم الناس عند الله عز وجل أي الفريقين أحق بالأمن وأي الفريقين أشرف، إذا تراءى الجمعان ورأى أهل الجنة أهل النار وأهل النار أهل الجنة. يا عباد الله، اعلموا أن ما أنتم فيه إنما هو ابتلاء من الله عز وجل، وأن أموال الناس وأحسابهم وأشرافهم وأنسابهم كلها إذا لم يحفظها الناس لله عز وجل فإنما هي نقم عليهم،
إذا لم يؤدوا حق الله عز وجل فيها فإنهم محاسبون بين يدي الله عز وجل. قبح الله الدنيا وما فيها، قبح الله الإبل، قبح الله البقر، قبح الله كل ما في الدنيا، إن هو جعل المسلمين فرقا وأشياعا، إن هو شغل الناس عن دينهم، إن فرق بين الأهل وبين أهل الدار وأهل البلد. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا ويعيذ المسلمين من الفرقة والبلاء. اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أعذنا من النار ومن عذاب النار، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم ارزقنا الكرامة في دار الكرامة، اللهم ارزقنا لزوم الاستقامة، اللهم صل على عبدك ونبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأقم الصلاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.